معلومة ليك عن الكعبة من أخوك محمد حلمي من قدام الكعبة. صحن الكعبة المكان اللي احنا فيه كله ما ينفعش تدخله بلبسك العادي ولا بجلبية ولا بهدوم، لازم تكون لابس لبس العمرة زي كده. ركز معايا في كل الرجالة اللي موجودة لابسين لبس العمرة فقط. ليه بقى؟ علشان خاطر نوفر على بعض مساحات لو الناس عايزة تعمل عمرة. طب لو انت جاي بتشيرت بقميص ببنطلون بجلبية هتصلي في الأدوار دي، ادي دور 2-3 والرابع اللي هو السطح اللي فوق، منها بنسهل على بعض وناخد مع بعض مساحات. طب لو انت هتتجنن ونفسك تطوف البس لبس العمرة واعملها، فطبعا اكمن مش كل الناس بتعملها، فبرضه يبقى ايه وفرنا مساحات لبعض واحنا بنعمل عمرة. بص للكعبة وتمنى رؤيتها، ربنا يجيبك لحد عنده.